كابتن اسلام، طبعا الله يبارك فيك، تحياتي لحضرتك ولكل ضيوفك الكرام، الف الف مبروك للنادي الاهلي. يعني كالعاده فوز ببطوله الدوري علي معلول في مباراه المقاولون، وكعاده علي معلول بينجح في احراز هدف الفوز ايضا على نادي الزمالك، والمباراه تنتهي بفوز النادي الاهلي علشان تكون يعني مسك الختام، فوز ببطولة الدوري وأيضا الفوز بالقمة رقم 118. يعني احنا هنا في وسط الأعضاء النادي الأهلي، بصراحة كانت فرحة عارمة على كل الأعضاء بعد انتهاء المباراة، فرحة مستحقة. موسم كان صعب جدا على النادي الأهلي، ويعني كان معايا طبعا الكابتن شريف وكابتن حشيش، وحسينا قد ايه الأعضاء والجمهور مبسوط من أداء النادي الأهلي ومن النتيجة. يعني زي ما قلت لحضرتك، ختام جيد جدا وختام يليق بالنادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي بيتطلع إلى المزيد من البطولات، مزيد من الانتصارات، لكن تعالوا نتكلم شوية بقى مع نجومنا علشان نعرف منهم شوية نقاط فنية خاصة بالمباراة. لكن في البداية كابتن شريف، ألف مبروك، يعني ختام مسك الحمد لله بطولة الدوري، بعديها ماتش الزمالك، ازاي تابعت اللقاء من النادي وشفت فرحة الأعضاء؟ تابعنا اللقاء كلنا، مش النادي كله الحقيقة. ألف ألف مبروك إسلام، حمادة، بلال، أسامة، كل الاستوديو هناك وكل العاملين والقائمين على هذا العمل الجيد هنا في قناة الأهلي برضو. يعني المكسب بارك لنا كلنا الحقيقة، كان للمجهود الجميع الحقيقة بالشكل الجميل والانتصار. مبروك جماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته واجهزته الفنيه كلها، مجهير يعني مبروك جميع الجماهير بتاعت النادي الاهلي اللي في المحافظات، اللي بيكلمونا كل ثانيه وكل دقيقه ويطمنوا على الفريق ويعرفوا ويطلبوا مننا، حاسس ان احنا نقول للعيبه اخواتنا لازم البطوله الكبرى الدوري العام والبطوله الخاصه اللي هو مباراه الزمالك، قد ايه اللعيبه طلعت رجاله وحققوا المعادلتين الصعبتين في يعني في غصون 4 ايام، قد ايه التركيز كان واضح عليهم زي ما اتكلمنا واحنا قاعدين قبل الاستوديو قبل المباراه، تركيز واضح على اللعيبه كلها، تركيز واضح على الدكاتره داخله، على حارس، العمال، كل الناس يعني المسؤولين عن الاداره، تركيز كامل وشامل من سيد عبد الحفيظ الحقيقه، يعني بنشكره على هذا المجهود الكبير قوي السنه دي، اتحمل كتير جدا، وجميع الاجهزه وجميع المدربين وجميع القائمين على لعبة كرة القدم في النادي الأهلي الحقيقة أدوا مجهود ضخم وعصيب، وكانت السماء الحمد لله بتكافئ. صح. ما أجمل إن احنا نتكافئ بهذا الانتصارين، إذا كان من 3 أيام والنهارده الانتصار الكبير على نادي الزمالك، هارد لك نادي الزمالك، لعب مباراة كبيرة جدا، بنشكره على الأداء، وإذا كان في شوية حاجات حصلت ده طبيعي يعني بيحصل، لأن الضغوط برضه على لعيبة نادي الزمالك والضغوط على نادي الزمالك قوي جدا، انما احنا بنحييهم الحقيقه وبنقول لهم لعبتوا مباراه كبيره، التوفيق كان في حظ النادي الاهلي، هو اللي ترجم المباراه بثباته وانفعاله وهدوءه الى فوز الحمد لله على كل شيء، فما فيش احلى من الفرحه، وبشكركم وبشكر كل الناس النهارده الاهلاويه اللي هنا عاملوا لنا مهرجان، يعني بعد التعب ده كله قاعدين كلنا بنتفرج عليكم وبنشوف قد ايه الفرحه في كل مصر، حاسس بيها كده، كانت اكنها فرحه كبيره قوي لمصر النهارده الحمد لله وجماهير النادي الاهلي. كابتن حشيش، طبعا ببارك لحضرتك برضه، فوز مهم جدا، واكيد يعني تابعت بشعور المحبين. ببارك لزمايلنا في الاستوديو، اسلام بقول له وشك حلو زي ما قلت له المره اللي فاتت في الاستوديو، وطبعا حماده حبيبي وزميل الملعب، واسامه وبلال، وطبعا يعني انا عايز اقول لهم ان احنا كان حظنا كويس ان احنا حضرنا الماتش ده في وسط جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي، فرحه ثانيه خالص، حاجه جميله جدا، طبعا احساس كبير جدا غير بصراحه الاستوديو يا جماعه، احنا هنا محظوظين انا والكابتن شريف وعمر ان احنا مع الناس الحمد لله، يعني شاركناهم الفرحه طبعا، اغاني، واول ما الحكم طبعا صفر الدنيا كلها زاطت وفرحت، واغاني واحتفالات كبيره جدا، لان طبعا الـ 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 الدوري ده دوري كان صعب، دوري طويل، النادي الاهلي جاي حلاوته بقى انه جاي من الاخر خالص وداس على الناس كلها وعدى المنافس وخد منه البطوله فرق 8 بونت، تعادل معاه في الدور الاولاني وكسبه في النهايه،
فطبعا كل دي بتمثل فرحه لجماهير النادي الاهلي، بطوله زائد بطوله خاصه. اللعيبه كلها طبعا يعني تعبت خلال السنه من اصابات كتيره وتعبوا عشان يرجعوا نفسهم، والجهاز الطبي اللي كان عليه برضو ليه دور كبير جدا، لازم نحييهم. نرجع اللعيبه دي يعني كلها تبقى كويسه، كلها تبقى تشارك، لدرجه ان في الاخر خالص كان مشكله الجهاز الفني ان اللعيبه كلها فت وكويسة. مجلس الإدارة طبعا استحمل يعني حاجات كتيرة جدا جدا من يعني انتقادات وهجوم وحاجات كتيرة جدا، الحمد لله التزم الصمت وحول الصمت بتاعه ده لتركيز وقوة ودعم كبير للجهاز الفني واللعيبة، اللي قدرت الحمد لله انها تجيب الدوري الجميل اللي هو 41. وان شاء الله انا اعتقد ان ده هتبقى دفعة كبيرة جدا لموسم جديد نأمل فيه بطولة الدوري، بس قبل بطولة الدوري نأمل فيه بطولة افريقيا اللي احنا مفتقدينها بقالنا فترة، واعتقد ان الجمهور عينه على بطولة افريقيا خلال الموسم اللي جاي ان شاء الله باذن الله، بمجهود اللعيبه وبالبدايات المشرقه دي ان شاء الله باذن الله، مع التدعيمات برضو الجديده خلال الموسم الجديد ان شاء الله باذن الله يكون للنادي الاهلي الفرحه الكبيره وهي فرحه بطوله افريقيا اللي جايه ان شاء الله. طيب يعني ده الجانب الخاص ب يعني الجزء الاحتفالي وشاركنا فيه الجمهور وشاركنا به الاعضاء، وبصراحه كانت فرحه كبيره جدا. لكن الجزء الفني سريعا واحنا بنتكلم عن المباراه، عايزين نعرف من الكابتن شريف عبد المنعم يقول لنا ايه الاختلاف اللي تم وحصل ما بين النادي الاهلي في الشوط الاول والشوط الثاني، وادى الى سيطره واستحواذ وترجمه الاستحواذ والسيطره الى هدف وفوز مهم جدا على نادي الزمالك. هو زي ما احنا اتفقنا في الهاف تايم، كنت سالتني مستر لوسارتي هيعمل ايه في الهاف تايم، اتفقنا ان احنا لازم انا وانت وحشيش نهجم على نادي الاهلي، يهجم على الاهلي على الزمالك من الخطوط الاولى، يعني من خط الهجوم بعدين خط الوسط، ويبقى في ترابط بين الخطوط كلها مع بعض، عشان الضغط هو اللي يعني بيولي حكايه ان انا عايز اكسب. انا وانا لما عايز اكسب المباراه هو ده اللي يحطني في منطقه الامان، ما يخليش عليا هجمات كتير، يخف الضغط على الدفاعات عندي، مع اصرار طبعا والحاله بتاعت نادي الزمالك النهارده النفسيه اللي هي لازم عايزه كانت تكسب او على الاقل تطلع بنتيجه ايجابيه. الاهلي كان لازم يترجم ويغير الشوط الاولاني لهذا الحدث اللي حصل في الشوط الثاني، اللي هو اللعيبه فهمت الوضع في الملعب شكله ايه، اللعيبه حست انها لازم تضغط من الخطوط الاماميه، اللعيبه حست ان عشان تطلع من المباراه النهارده بنتيجه كويسه لازم هي عندها سبق التهديف، لازم هي عندها سبق الاحساس انها عايز تكسب النهارده، انما هتلعب بهدوء وهتلعب على التعادل او هتطلع تطلع سليمه من المباراه، كان ممكن يبقى نادي الزمالك يتوفق في اي كره راحه على الجول ويجي حاله الصحوه بعد كده او حاله التعادل ما كانش فيها. النهارده كان فيها حاجات كتير قوي تديك التميز، محمد هاني كلاعب، محمد الشناوي، علي معلول طبعا راجل بيكرر نفسه زي ما انت كنت بتسالني قبل المباراه، مين النهارده اللي ممكن يبقى نجم؟ قلت لك اللعيبه نفسها اللي هي النجوم اللي موجوده زي رمضان صبحي وعلي معلول و كل اللعيبه، حمدي فتحي اتكلمنا عنه النهارده هايل الحقيقه، يعني في لعيبه هي اللي خدت النهارده الصيت بتاكيد لعبهم الجيد خلال الشوط الثاني واثناء المباراه كلها. فاحنا مكاسب كتير قوي عندنا النهارده الحقيقه، خبرات كتيره قوي في الملعب، بنشكر وليد سليمان على المجهود الكبير اللي هو عمله لغايه ما خرج. كل الخطوط النهارده الحقيقه اشتغلت على نفسها في الشوط الثاني، وهو ده اللي كسب النادي الاهلي النهارده من خلال المباراه، انما من قبل المباراه زي ما قلنا التركيز ثم التركيز ثم التركيز ثم التكاتف مع اللعيبه، وانك ازاي تسمع الاجهزه الفنيه عايزه ايه وازاي تطلع كل الامكانيات عندك على فترات. رمضان صبحي خد الكوره وراح رقص الفرقه كلها ولعب كوره عرضيه جميله جدا، لو سنه كمان من صالح جمعه او من الباصه تبقى اجمد شويه كان هتبقى النتيجه 2 أو 3، وكان هيبقى فوز كبير برضه يأكد أحقية النادي الأهلي هذا الموسم. وعايز أتكلم في حتة كنت بتكلم فيها حشيش، إحنا عمرنا ما تساوينا في عدد المباريات، إحنا ما كناش متأخرين على فكرة، يعني هم كانوا لاعبين عشان إحنا بنلعب في أفريقيا، هم سابقين في 7 8 مباريات، فبالتالي لازم هو هيبقى سابقك، لازم هيبقى عنده نقط كتير، إنما إحنا لما تساوينا في عدد المباريات بقت الأفضلية لينا، إحنا لما بنخفق هو أخفق، يعني مفيش حاجة حصلت، وكان عنده فرصة السنة دي إن هو يبقى بينافس بجد. وما اجمل انك انت لما تلعب، يعني اتسالت تفتكر لو الاهلي خد الدوري هياخده من البيراميدز ولا من الزمالك؟ قلت له اتمناها من الزمالك ان هو ده المنافس التقليدي بتاعي، وفعلا الزمالك السنه دي قدم موسم كويس قوي،
اشتغل على نفسه كويس قوي، جاب لعيبه عنده لعيبه كويسه جدا في الملعب. اعتقد ان الفتره الجايه والموسم الجاي برضه هيكمل المسيره دي وهيكمل الشكل، وده في مصلحتنا احنا وفي مصلحه ان انت كمان بتركز اكتر، لعيبتك بتركز اكتر، بتحس ان في منافس قوي معاها. فالنهارده اللعيبه اللي هي كانت بتبقى بعيده والمصابه وكده اثبتت انها على قد مستوى. رامي ربيعه يعني شادرين نغفر الراجل، رجع ماتشين عامل صم يعني صمام امان غير عادي، تحس كمان في فوتبولر قاعد في الملعب مستوى تاني، بيعرف يستلم الكرة امتى ويعرف يطلع اللعيبه امتى. ممكن تتلعب كرة من وراه، لازم يكون في حد من الناحيه الثانيه بيغطي بيه من الحته دي، مش خطا ان هو يبقى واقف متمركز في مكان من 48 ساعه اللي فاتوا كان عاملهم 10 والنهارده في كوره، فهيقول لك لا اصل النهارده كلموا بعض. في هدوء في لعيبه النادي الاهلي، في حب بين لعيبه النادي الاهلي، في ثقه زي ما قلنا في لعيبه النادي الاهلي، وهو ده النجاح اللي دايما النادي الاهلي، الترابط اللي بين اللعيبه ومع بعض مع الاجهزه الفنيه مع الاداره مع كل شيء، لازم يكون في نجاح. كابتن حشيش، يمكن كره القدم الحديثه دلوقتي بقت مختلفه عن زمان. دلوقتي النادي الاهلي عنده ظهير ايسر هداف الفريق، عمل 7 اهداف، وبالتالي النادي الاهلي عنده لاعب موجود في خط الدفاع لكنه بيستخدم قدراته الفنيه والتكتيكيه العاليه جدا في انه ازاي يجيب اهداف ويكمل مع الفريق وكمان يصنع اهداف. علي معلول، في وجهه نظر حضرتك، هل هو افضل لاعب في النادي الاهلي في الموسم الحالي، او ممكن نقول دوري علي معلول موسم 2018 2019؟ الحقيقه هو صاحب المستوى الثابت على مدار الموسم كله، لعب مباريات طبعا عدد كبير اكبر مشاركات في اللاعبين، مستوى ثابت، هداف، واعتقد ان ربنا بيكافئه على الظلم اللي اتعرض ليه في منتخب تونس. بصراحه يعني ان هو كان يعني بعد ما شفنا منتخب تونس وشفنا البديل بتاعه اللي بيلعب، لا قلنا كلنا كنا بنقول ان هو اتظلم في عدم اختياره للمنتخب او انه مشي من المنتخب، كان جدير ان هو يبقى موجود. ربنا عوضه في وجوده بالنادي الاهلي بالاهداف الاخيره اللي حسمت بطوله الدوري. طبعا ما نغفلش طبعا يعني بقيه اللاعبين. عايزين نتكلم على الشوط الثاني اللي اختلف زي ما قلنا بين الشوطين، ان كان فيه تغييرات لازم تتعمل وفعلا تمت. احنا قلنا صالح جمعه هينزل بدل وليد سليمان، وليد النهارده من احلى ماتشاته، عمل كميه جري كبيره جدا جدا وكان هو مصدر الخطوره. فعلا لما صالح نزل ابتدى النادي الاهلي يسند عليه وابتدي يستحوذ استحواذ، هو كان مستحوذ الشوط الاولاني، عمل استحواذ نسبه استحواذ اكتر في الشوط الثاني، بالذات لما ربنا اكرمنا بالهدف، والهدف جه زي ما قلنا لازم نستغل الكور الثابته بتاعت وليد سليمان. قلنا كده بين الشوطين ان لازم التسديدات من بره والكور الثابته، وفعلا الهدف جه عن طريق كره ثابته. بعدها كان الوضع الطبيعي ان النادي الزمالك مش هيبكي على حاجه، هيضغط بكل هجومه عشان يعني حمدي النقاز يعوض، شغل جامد النهارده طبعا شال الليله يعني. في نفس الوقت المرتدات فرقت كتير جدا مع النادي الاهلي لو استغلناها، شفنا الكره بتاعت رمضان اللي خد يعني مشوار كبير من قبل نص الملعب ولعبها بالعرض لصالح جمعه، كان ممكن تحرز الهدف الثاني وتعزز الهدف. رحنا باكثر من فرصه يعني كان في زياده عددية حتى يعني يمكن 3-2 و4-3 من جانب نادي الزمالك، استغلنا الكلام ده. كذلك برضو حسين الشحات بذل جهد غير عادي خلال الشوط الاولاني والجزء من الشوط الثاني لغايه ما طلع نزل زي ما قلنا برضو هينزل اجاهيه. هو التغيير الثالث اللي كان ممكن يتعمل برضو ازارو، لان اعتقد ان ازارو النهارده جري كتير بس كان غير موفق، كان ممكن يستغل مروان محسن ان هو ينزل يظبط الحته دي ويطلع الناس، خصوصا ان انت كنت محتاج بتضغط من بدري ان انت يكون في واحد بقى محطه صح ومروان بيعملها كويس قوي ويطلع الناس اللي جايه من بره عشان الزياده العدديه اللي كانت على نادي الزمالك. بنقول هارد لك لنادي الزمالك، وانا عن نفسي بسامحهم عن الحاجات الشاذه اللي حصلت في الاخر، الضرب والحاجات الصغيره. طارق حامد لم الدنيا، طارق حامد لم الدنيا خلاص بقى امر متنازل يعني. الخروج برضو عن المألوف مش كويس، لان احنا في الاخر بنبص برضو لمباراه بين ناديين كبار وهيتقابلوا تاني وتالت السنه دي يعني ورابع يكون. انا عايز اللي عايز اقوله لك ان الناس عشان تفهم بس حكايه سهله قوي يا جماعه، ده فارق امكانيات. تمام، ده فارق امكانيات. صحيح. لو فكرت كده في اللعيبه هنا واللعيبه هنا تحس ان في فارق امكانيات كبير قوي في الفنيات، في التعليمات، في النظام داخل الملعب،
في اتباع اصول ضبط النفس في كل حاجه، هو ده اللي بيودي للفوز، وخصوصا يعني لما تبقى لعيبه منتخب. لعيب المنتخب يعني ايه؟ لعيب عنده خبرات، بيقدر عنده ثبات انفعالي، ما بينفعلش حتى في أسوأ الظروف، لان الكوره النهارده ماتش خلاص، الدوري خلص، النادي الاهلي خد الدوري، كسب الزمالك، في موسم جديد على الابواب. حشيش قال لك طيب. علي معلول وموسم هايل تمام، وفي عبد الله جمعه الناحيه الثانيه، في علي معلول بيتحرك في الملعب بهدف طبعا. بشكل قدامه خط تاني بيسمح له ازاي يتقدم وازاي يتاخر، ده مناسبه عبد الله جمعه بيشيل الدنيا لوحده وبيجري، وبتبقى الحته دي دايما كان عند نادي الزمالك فراغ فيها طبعا. كان دايما بيتعور منها في الماتشات، يعني حتى النهارده يعني شفت رمضان، احنا بنتكلم بقى خدت بالك عمر طبعا. في الجماليات والاجابيات اللي احنا طبعا. شفناها، شفت رمضان خد الكره وراح بيها فين؟ صح. يعني صعب قوي اللعيب ده ما يلعبش منتخب مصر، يعني هو عنده كام سنه رمضان؟ انا عايز اقول حاجه مستقبل مصر يعني مهمه جدا جدا، يعني تعظيم سلام للشناوي رجل طيب المباراة. انا كنت لسه اسال الشناوي دلوقتي عشان خاطر ما نسبقش بس بالكلام كابتن حشيش تمام. امم افريقيا، وهاخد من كلام حضرتك على امم افريقيا ولاعيبه منتخب مصر اللي كانت موجوده تمام، والاخفاق اللي حصل بخروج منتخب مصر في دور 16 تمام. النادي الاهلي عمل حركه في منتهى الذكاء، استدعى الاربع لعيبه اللي موجودين في اسبانيا، حتى لو عدد الايام كان قليل جدا، لكن نفسيا يقدروا يطلعوا من الحاجز النفسي السيء اللي كانوا موجودين فيه. الشناوي قدر يتفوق على نفسه، قدر يخرج من التفوق اللي فيه لتفوق اخر، وفضل مكمل على المستوى. هل الفريق لما بيلاقي حارس مرمى سوبر ويعرف ان هو يحافظ وحائط صد بيقدر ان هو يلعب وهو مطمن، والفريق ياخد قوته ويستمدها من حارس المرمى؟ زي ما بنقول احنا بلغه الكوره، حارس المرمى نص الفريق تمام. انت يعني انا كلاعب مدافع لما يبقى ورايا حارس مرمى على مستوى عالي، جايب كل الكرات العاليه والتصويبات اللي من بعيد، وبيديك الثقه وبيتكلم، وكمان ده بيشارك في نقل الهجمات. يعني احنا لو شفنا الكره بتاعه رمضان اللي راح بيها على الجون، وكان ممكن تبقى الهدف الثاني، دي البدايه كانت للشناوي، خدها من كره عاليه وبصها على طول، دي رؤيه منه. الاصعب لما انت كمان تبقى عندك مستوى عالي جدا مع منتخب مصر، وتنزل لحاجه اقل دوري محلي وتحتفظ بالمستوى بتاعك، دي بتبقى صعبه جدا تقدر انك يعني ايه تسيطر على نفسك، انك يعني بمعنى صحيح ان انت ما تتغرش، انك ما تاخدش الثقه الزايده عن الحدود، لا ان انت بتكمل بنفس المستوى. واعتقد النهارده كان له لا الشناوي رايح اسبانيا مع عمر هناك وهو احسن لعيب في منتخب مصر وخارج من دور ال 16 بس انا مش لا وخارج من دور ال 16 انا وشي حلو يا كابتن اذا الشناوي ما يطلع بالسمعه دي وبينافس على احسن حارس مرمى صحيح هو خارج من دور ال 16 صح يعني اكيد الشناوي اللي ساعده على كده يا شريف حاجه ثانيه يعني قماشه ثانيه صح اللي ساعده على كده عمر ان قرار الجهاز ومدير الكوره ان اللعيبه بتاعه المنتخب برغم ان كان فاضل يومين انها تروح وقلنا واشهدنا بالموقف ده تقريبا يعني بيدخل الناس تاني في الاجواء المحليه وبيدخل اللعيبه بتاعه المنتخب بينصهروا في الفرقه تاني وخلاص بيركزوا مع فرقتهم بتدي انطباع كمان للعيبه اللي موجودين في الفرقه ان لعيبه المنتخب تحملوا جم على نفسهم فدي بتعمل لحمه جوه الفرقه كان نتيجتها ان شاء الله يعني الحمد لله اللي حصل في المباراه الاولانيه بتاعت المقاولين العرب واللي حصل النهارده في مباراه الزمالك. كابتن شريف ازاي هنبني على المرحله المقبله؟ عندنا دوري غريب كان في توقف بسبب امم افريقيا، عملنا فتره اعداد علشان خاطر نستعد بيها الماتشين، بعد كده في توقف تاني علشان نرجع نستعد لماتشات افريقيا ومباريات الكاس. النادي الاهلي بعد فوزه بلقب الدوري والقمه في اقل من 72 ساعه، ازاي هنبني على المرحله القادمه ونستفيد من ايجابيات المرحله السابقه؟ ازاي هناخد ايجابيات المرحله السابقه باليوم الجميل النهارده ده واليوم اللي اجمل كان قبله؟ ازاي نقدر نريح اللعيبه دي والضغوط النفسيه اللي هي بقى لها 3 سنين فيها او سنتين؟ ازاي نعدي من موسم زي ده طاحن بالنسبه لنا كجماهير احنا وقاعدين على الكراسي، بالنسبه للعيبه بقى هيبقى شكلها ايه؟ ازاي هعدي من شكل الاصابات اللي احنا توالت علينا، اللي احنا عندنا سعد سمير ومحمد محمود وعندنا شيف اكرامي وعندنا كريم ندفيد، عندنا فرقه بره كمان ما زالت ليها قوه ضربه، ازاي احنا هنلم نفسنا تاني وبنفس الشكل وبنفس الاداء في الكيان الواحد في العيله الواحده برضو اللي هي عيله الفريق الواحد، ازاي نسمح لكل الناس تشتغل في الفريق بهذا الشكل؟ خلاص هم رسموا لنفسهم المسار الخريطه اللي هم هيمشوا عليها الفتره الجايه، احنا بالنسبه لنا ما ليس الا احنا اخواتهم وعندنا خبرات بنديهم الصوره واحنا قاعدين بنتفرج عليهم، هنا في نقص شويه، هنا نص ملعب ازاي يتعوض، لازم نص الملعب ده ازاي يعظم كويس قوي، ازاي نغير طريقه لعبنا شويه من 4-2-3-1 دي ل
بطريقه تانية ممكن تبقى اقوى هجوميا وتريح وتبقى عندك شكل هجومي في منطقه الجزاء. ازاي نطور كل الحاجات دي؟ ازاي نعمل كل ده؟ لازم يبقى في مساحه من الوقت بالنسبه للجهاز الفني، مساحه من التفكير، مساحه من الهدوء النسبي، نلم بعض بقى ومش نفك، لا انما هنمشي في المسار ده زي ما احنا، بس خلي اللعيبه تاخد نفس شويه بصراحه. عايزين يعني ياخدوا بقى زي ما جم راحوا اسبانيا. انا مش عايز اقول رحله اسبانيا دي فسحه، لا والله ابدا، لا ده كانت بتلم الشمل. عمر اللي اتفسح عمر بس اللي اتفسح وراح كامب نو وراح مش عارف فين. فاحنا النهارده في كرم كبير قوي من عند ربنا الحقيقه. نشكرك يا رب على اهلاويتنا، وبنشكرك على الحق واسترداد كل حد اتكلم عننا او نصرتنا يا رب النهارده، نصرتنا بجد. واللعيبه اكيد كانت بترجع لك وبتسالك طمانينه للجماهير مش لنفسها بس. فالحمد لله على اليومين الجمال دول، ودايما كده يا رب نسر النادي الاهلي بيحلق في العالم. في حاجه برضو مهمه لازم نقولها. طيب الدوري السنه دي اثبت، انا هتكلم يعني كلام موجه للعيبه، اثبت ان مفيش في النادي الاهلي لعيب اساسي ولعيب احتياطي، كله لعب. كل السنه دي يعني بالتحديد كل اللي متقيدين في النادي الاهلي لعبوا وخدوا فرص وكلهم شاركوا. يعني في الطبيعي انك لما بتثبت فرقه في بعض اللعيبه مثلا ما كلهاش حظ او فرصه انها تلعب خلال الموسم كله الا بعض ماتشات قليله. لو جيت شفت نسب المشاركه بتاعه اللعيبه كلها تلاقيها قريبه، ودي نتيجه للاجهاد ونتيجه للاصابات اللي خلت كله يشارك. فاللعيبة بشكرها كلها طبعا على التعب بتاعها، وده بيقرب اللعيبة من الملعب يعني ويخلي اللعيبة ان الفرصة هتجيلك وهتلعب. الموسم طويل والنادي الاهلي محتاج للناس اللي بتقعدها كلها داخل في كذا بطولة، فكله يجتهد وكله حتى اللعيبة. يعني انا برضو اللعيبه اللي حصل لها اللي كانت متضايقه شويه انها ما كان لهاش فرصه وراحت اعارات السنه اللي فاتت، رجعت وعملت اداء كويس ورجعت وهتلعب في صفوف النادي الاهلي، وغيرهم هيطلعوا اعارات ويرجعوا. فيعني اتمنى ان الناس كلها تبذل مجهود وما تحطش نفسها تحت ضغط زي السنه دي. لازم نهتم من بدايه الدوري ان شاء الله نركب الجدول من بدري عشان ما تحطش تحت الضغوط اللي شفناها. العامل البدني يا كابتن حشيش، احنا شفنا بعد الرجوع من معسكر اسبانيا في اختلاف في العنصر البدني الخاص بنادي الاهلي. النادي الاهلي اكيد لعيبه على اعلى مستوى فنيا، لكن العنصر البدني دايما هو يعني الفيصل في اي مباراه. طبعا النادي الاهلي بدنيا عالي جدا في اللقاءين، لقاء المقاولون العرب ولقاء الزمالك. هل المعسكر النادي الاهلي نجح في اللي معرفش يعمله طوال موسم او موسم ونص، انه يجمع اللعيبه وياخد 10 ايام فيهم تدريب وحمل بدني عالي جدا مع لقاءات وديه، بدا يلم الشمل، بدا يوحد طريقه اللعب، يتكلم فنيا وتكتيكيا بشغل عالي قوي، ولا العنصر البدني مش مهم في لقاءات كره القدم؟ لا لا خالص، العنصر البدني مهم جدا وهو الاساس. يعني انا بقول اهم من الموهبه، لان انت لو موهبه وما عندكش العنصر البدني مش هتقدر تظهر موهبتك. صح. النادي الاهلي استفاد، والكلام ده احنا قلناه، ان لما النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي خدت راحه فتره كويسة وبدأت إعداد بالتدريج، النهاردة شفنا أثرها على النادي الأهلي. يعني المعسكر كان جيد تنظيميا وفنيا وكل حاجة، بدليل طبعا من أول مباراة الودية اللي كانت مع نادي البلاستيك لمباراة المباراة الرسمية مع نادي المقاولين مع مباراة النهاردة، اللعيبة كلها تحس إنها واقفة على رجليها. النهاردة رمضان صبحي في الدقيقة كام واخد سبرنت من قبل نص الملعب لغاية الآخر وبيرجع، يعني ما خلاص ما يعني كمان بعد انهاء الهجمه ما وقفش، ده رجع كمان يدافع. بقيه العناصر علي معلول، كل بصراحه اللعيبه كانت واقفه على رجليها الحمد لله، وده يديك انطباع برده كويس عن الجهاز الماسك طبعا اللي موجود، قدر يعمل فتره اعداد كويسه ويوازن من فتره راحه. واصعب حاجه عمر ان انت تبقى بادئ فتره اعداد وتخش في مباراه رسميه بتحسم دوري، صح، غير ما تلعب مباريات دوري. حتى احنا في العادي بنقول الدوري المستوى بيجي بعد مثلا 6-7 اسابيع من بدايه الدوري بيجي المستوى الفني، لا ده المستوى الفني جاي من البدايات، فدي صعبه جدا جدا. بنشكر طبعا الجهاز الفني والمدرب الاحمال على انه وصل للعيبه انها تبقى رجلها شايلها خلال المباراه بتاعه المقاولين وخلال المباراه بتاع نادي الزمالك، اداء كويس يعني ادينا امل كبير جدا جدا في بدايه الموسم اللي جاي. كابتن شريف، التاخر بثمان نقاط
عن نادي الزمالك. الاهلي كان متاخر بثمان نقاط، كان متساوي معاه في نفس العدد اهداف عدد مباريات. تمام. لا انا بتكلم على الجدول بشكل عام علشان اسالك سؤال بقى، وحضرتك لعبت في النادي الاهلي واكيد هتقول لي السر جوه النادي الاهلي ان انت تكون دايما او في بعض الاوقات اللي انت بتكون متاخر فيها بعدد النقاط عن الفريق المنافس وتفوز عليه وتتخطاه وتقدر ان انت تحسم الدوري لصالحك 8 نقاط. النادي الاهلي يا كابتن مختلف عن بقيه الانديه في العقليه في ايه؟ وهل هم يعني بيكون فيه فيتامينات اهلاويه لعيبه الاهلي بس هم اللي بياخدوها علشان كده؟ لا لا لا، عندهم في دستور، إيمان ويقين. في دستور. ايه هو الدستور؟ انت بتعدي منه وانا بعدي منه وحشيش بيعدي منه احنا عندنا ولا زي تطعيم كده؟ لا لا لا، انت بتعدي اول ما بتخش بوابه النادي الاهلي ما نعرفش يعني ايه خساره. يعني النادي الاهلي ما ينفعش يتعادل. النادي الاهلي جماهيره لا تقل عن 70% من البلد كلها والوطن العربي كمان، والناس بتحبه جدا. النادي الاهلي فيه التزام، في عيله واحده، في فانت بتتفرمط، تبقى جاي من نادي تاني وتخش تبقى جاي بتجري وبتعمل وبترقص زي احمد الشيخ كده، تيجي هنا تتفرمط. صح. يبقى عندك حدود في الملعب. صح. عندك شيء تدافع بيه وشيء تهاجم بيه وشيء عندك نظام، عندك ايقاع، عندك حاجات كتيره. وعشان كده دايما في لعيبه تيجي هنا تقول لك اروح النادي الاهلي العب ضامن ان انا هطلع ببطوله، ضامن ان انا هيبقى معايا اخواتي اللعيبه اللي هلعب معاهم الجداد متفرمطين صح، هيودوني صح على الجول، صالح هيودي حسين الشحات على الجول، رمضان هياخد الكوره ويدي لصالح وصالح يعمل الثرو باس، وليد سليمان ذو موهبه وخبره انا بستغلها. فانت لما بتيجي النادي الاهلي بتتحط دوك جوه كيان كمان الصفوه. طيب. الصفوه من اللعيبه خدت بالك اذا كان اخلاقيا بدنيا صح. كل شيء. الحاله البدنيه اللي بتكتسبها اللعيبه في النادي الاهلي وسريعه جدا اللي هي المباريات الحبيه او المباريات اللي هي بتلعبها، قلت لك انا ايه في الاوف تايم او قبل الماتش. احنا النهارده هيبان ماتش مقاولين العرب هيرفع معلومه ده حقيقي، فانت نفسيا واخد دوري صح ورفعك بدنيا لدرجه حشيش قال لك الراجل بيعمل سبرنت في اخر 10 دقائق بطول الملعب كله. اللعيبه مش هو بس، علي معلول عايز يلعب كمان ماتش تاني، محمد هاني ما شاء الله الله اكبر بيلعب في النص، احمد فتحي نازل بيشارك بكل قوته اللي هو يا عيني كان بيلعب طول السنه وهو متعور. صحيح. احمد فتحي عنده قد اكتر من كده 10 مرات يعني. اللعيبه كلها واقفه على حيلها، حتى اجايه حاسس انه متاخر فنازل بيدافع بكلف وبيدافع مع علي معلول بكل قوته وكل روح وكل عايز يعني يركب بقى المركب بقى. صح. اللي هي مركب السلام يعني اللي هي رايحه ما شاء الله ماشيه في سكتها الجميله. فهو ده الفتره الجايه هي المركب دي. صح. اللي بيجي يركب معانا المركب دي وبيمشي في النظام بتاعنا واحنا زي ما احنا اتعلمنا كلنا، واللي بيبقى الظروف عندته شويه اهو بيروح زي ما بيقول حشيش وبيرجع تاني. صح. احنا النادي الاهلي بابه مفتوح للي هو الاخلاق والمبادئ والكيان والعيله الواحده. احنا ده الدستور اللي انا بكلمك عنه، هو ده الدستور اللي بيمشي من خلاله. على فكره العامل بيمشي فيه، الاداره بتمشي فيه، صحيح اللعيبه بتمشي فيه. كل ما نخش النادي انا وانت هنا في اوضه اللبس احنا واحنا بنلعب طبعا لنفسنا كده فور فان، عارفين اللي لينا واللي علينا. فهو ده النادي الاهلي، هي دي جمال النادي الاهلي، هو ده العالم الكبير والناس. كابتن شريف بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، اتبسطت جدا ان انا موجود. ده انا اللي بشكركم ان احنا موجودين في الاحتفاليات دي وموجودين في مقر النادي الاهلي في الجزيره وسط عائله الاهلي. كابتن حشيش بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا. عايز اعلق حاجه سريعا جدا جدا، مكاسب النادي الاهلي وبطولاته كلها انا في رايي معتمده في الاساس الاول على الاداره عبر الاجيال بتاع طبعاً. مجالس الادارات الاداره ناجحه ما بتلتفتش للصغائر، ما تسمعش الحاجات اللي مش تمام، مركزه مع النادي الاهلي، العدل في القرارات ما بين جميع اللعيبه. وشفنا حاجه سريعه كده، القرار اللي اتاخد لما حسين شحات عمل تصرف كده خد غرامه كبيره. الحاجات دي بتعلم 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 ما بين اللعيبه وبتخلي هدف واحد وروح واحده هي روح الفانيله الحمراء. طبعا بشكر النجمين الكبار الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كان يوم ممتع، كان يوم رائع في وسط اعضاء النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. ان شاء الله يعني دايما متجمعين على الفوز. كابتن اسلام يعني طولت على حضرتك وطولت على كل الضيوف ونجوم حضرتك في الاستوديو، يعني هننتقل من هنا لملعب الاهلي علشان نستمتع بالتحليل الفني والرؤيه الفنيه من خلال وجود حضرتك يا كابتن اسلام، اتفضل اليك الكلمه.